الداينسيفالون بشكل عام ومختصر هو عبارة عن complex of structures within the brain، مجموعة تراكيب موجودة خلال الدماغ، ومكوناته الرئيسية هي السالاماس والهايبوسالاماس والإيبيسالاماس. وظائف الداينسيفالون هو انه بيقوم بدور relay station for sensory information، وكمان بيشكل interactive site between the central nervous system والendocrine system، ده غير انه مرتبط ارتباط وثيق بالليمبيك سيستم. السلامس بيتكون من زوج كبير من الاوفال جراي ماسز، واللي بيكونوا متصلين بمعظم مناطق البرين والسباينال كورد عن طريق عدد كبير من الفايبر تراكتس. السلامس بيشكل جزء من جدار السيرد فنتريكل، وبيتصل بمنتصف السيرد فنتريكل عن طريق روابط ما بين السلامس اسمها ماسا انترميديا. السلامس هو بمثابة ريلي ستيشن من وإلى السريبرال كورتكس لكل السنسور انفورميشن ما عدا للفكتوري نيرفس. الهايبوثالاماس بيتكون من مجموعة أنوية صغيرة ولكنها مهمة. يقع الهايبوثالاماس أسفل الثالاماس خلف الأوبتيك كيازم، وبيشكل قاع الثيرد فنتريكل. من الناحية التشريحية الهايبوثالاماس بيشمل كل من الأوبتيك كيازم والماميلاري بوديز والإنفانديبولم، ومن الناحية الوظيفية فهو مرتبط بالبيتويتري جلاند. بتتلخص وظيفة الهايبوثالاماس في دمج أنشطة الأوتونوميك والإندوكرين والليمبيك سيستمز للمحافظة على الاستقرار الداخلي، لأنه بيتحكم في تنظيم درجة الحرارة والشهية والدافع الجنسي وأنماط النوم. بالإضافة لأن الهايبوثالاماس بيتحكم في أنشطة الأنتيريور والبوستيريور لوبس للبيتوتري جلاند من خلال إفراز هرمونات عصبية بتحفز أو بتمنع إفراز هرمونات البيتوتري جلاند. الإيبيسالاماس هو الجزء الخلفي من الداينسيفالون، وبيشمل البستيريور كوميشر واللي اتكلمنا عنه قبل كده والباينيال جلاند. الباينيال جلاند هي احد الغدد الصماء التي تفرز هرمون الميلاتونين وهرمون السيروتونين المشتق، والذي يساعد في تنظيم السيركاديان ريزم اللي هو ايقاع الساعة البيولوجية. الميلاتونين بيساعد في تنظيم الهرمونات التناسلية الـ LH والـ FSH. تقع البينيال جلاند في سقف الميد برين وخلف السيرد فنتريكل واسفل السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم. احيانا بيحصل كالسيفيكيشن للبينيال جلاند، وده بيساعد في التعرف عليها وايجادها من خلال فحص الاشعه المقطعيه والاشعه العاديه للكرينيوم.